السلام عليكم. اليوم الخميس 23/4/2020. طبعا هذا آخر مسار قبل رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. طبعا إحنا في قريبين من نبعات عين الفوار اللي هي نبعات واد سلمان. واد سلمان للمعلومات طبعا هو واد موسمي ينبع من جبال الطيرة وبيت دكو. هذا الواد الموسمي سمي بواد سلمان نسبة إلى الصحابي الجليل سلمان الفارسي عندما كان الفتح الإسلامي والفتوحات الإسلامية في هذه البلاد. طبعا هذا الواد للمعلومة هو واد من أقوى وديان الضفة الغربية. هذا الواد يعني يستمر أحيانا إلى 6 أو 7 شهور أو 8 شهور في السنة إذا كان الموسم المطري ممتاز، والحمد لله السنة الموسم المطري كان جدا ممتاز. وزي ما احنا ملاحظين يعني الواد لحد الان نازل. طبعا واد موسمي لهذه اللحظه بدل على ان كميه الامطار طبعا هي كميه كثيره. بتميز هذا الواد ان ماء صافي جدا بنبع من الصخور. هذا الواد طبعا ببلش من قرى بيت دكو، الطيره، بيت عنان، بيستمر لخربه المصباح، بيت لقيا، وحتى بقطع ارض 48 او 67. طول المسار ما يقارب 20 إلى 25 كيلو للمصب. طبعا زي ما احنا شايفين المياه صافية جدا، ما في ملوثات، طبيعة رائعة جدا. يعني أكثر ما يقال في هذا الواد أنه واد نيل المنطقة، يسمى نيل المنطقة لوفرته ولكثرة عطائه. وشكرا لكم.